هانس فرج، هل نادي سموحه نادي استثماري فقط، ولا حضرتك بتنظر في المستقبل الى ان انت تاخد بطوله؟ لا انا كنت هاخد بطوله، او انا يعني انا وصلت نهائي الدوري مع الاهلي، اتغلبت بجون اعتباري، ووصلت نهائي الكاس واتغلبت لما عربيه اللاعبين اتضربت برومان بيليو، كان عندي 8 مصابين، وكانت قصه شهيره سنه 2014 نهائي كاس، وبعدين نهائي الكاس 2018 وما شابه يعني، والقصه الغريبه جدا اللي حصلت. فانا اعتبر نفسي يعني بطل دوري وبطل 2 كاس، لكن طبعا وفي 10 سنين ووصلت رابع، وصلت ثالث، وصلت ثالث ورابع، ورحت لعبت في افريقيا ودوري، ولعبت في بطوله ابطال افريقيا ودخلت دوري المجموعات. يعني عملت، بس انا لازم ابيع لعيبه عشان اقدر اواكب تكلفتي. بمناسبه التكلفه، هل نادي سموحه بيخسر من دلوقتي؟ طبعا اكيد، مش انا بس، اي نادي في العالم. شوف، هو الحسبه غلط. بمعنى دلوقتي انت الرياضه دي تؤخذ ككل. طبعا انت دلوقتي مثلا انا عندي 40 لعبه، ايه اللعبه اللي بتكسب؟ ايه اللعبه اللي بتجيب فلوس؟ كوره. الحاجه الوحيده اللي بتجيب فلوس. صح. دلوقتي انا عندي كورونا، مش هتجيب فلوس، بس الكوره جابت لي ايه؟ رفعت ادويتي، خلتني تاني اغلى نادي في مصر، خلت صوتي مسموع، بقى اسم النادي زي الطبل، عملت لنا، بيجي لنا رعايه، بيجي لنا اشياء كثيره جدا، فبيجي لك فلوس مباشره وفلوس غير مباشره. والدليل تهافت مصر كلها على الكوره. هو في نادي ما عندوش فرقه كوره؟ هو في نادي مش عايز يطلع الممتاز؟ هو في جهه ما مش عايزه تلعب دوري؟ انت حضرتك بتلاقي شركات وبتلاقي مؤسسات وبتلاقي هيئات بتتكون وشركات استثماريه وناس بتشتري فرق وناس بتعمل فرق وناس جت من السعوديه اشترت فرق وناس جت من الامارات اشترت فرق. دليل ايه؟ الكوره صناعه، وانا هعمل شركه تدير الكوره. طبعا، واول واحد تقدم بشركه كانت سموحه مرتين، وسوق المال قبلها، لكن كان ايامها ما كانش قانون الاستثمار، لغايه الحمد لله انا شاركت في قانون الرياضه، او يعني انا كنت الجزء الاكبر من قانون الرياضه انا عملته لما كنت رئيس لجنه الشباب والرياضه. واتعمل وفي الاستثمار، فلازم نعمل شركه كوره تدير كره القدم بعيدا عن النادي بميزانيه مستقله، وده الاتجاه اللي هيحصل في كل الانديه. مظبوط. لكن الكوره بترفع من شانك. بترفع من يعني قيمتك. حضرتك بتقول لا ننظر لكره القدم بالنسبه للفلوس بتدخل ايه وبتطلع ايه، ولكن ايضا امور اخرى كتيرة بتساعد جدا. النادي على هسألك والباسكت بتصرف عليه قد ايه؟ والفولي بتصرف عليه قد ايه؟ والجمباز بتصرف عليه قد ايه؟ والهاند بول بتصرف عليه قد ايه؟ والسباحه والسكواش واي حاجه. مفيش لعبه بتجيب فلوس نهائيا وبتعمل ايمج زي كره القدم. مظبوط. كره القدم خلت سموحه معروف في كل العالم. ده انا دخلت رحت في الكنيسه في نيوكاسل، الـ 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 الكاهن بتاع الكنيسه لقيته بيكلمني على سموحه في كره القدم. والله العظيم ده حصل. في امريكا في اخر حته. اسكندراني. مصري. مظبوط. اسكندراني. عرفت ازاي؟ يعني. صح مظبوط. بص، وغيره 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 في كل حته في العالم. في كل حته في العالم الناس سموحه. انا اول يوم دخلت بقول لواحد رئيس نادي سموحه، قال لي سموحه ده منطقه سموحه كلها عالت. طب عالت بشاكه النادي ورقي النادي بتاع، لكن ما حدش يقدر ينكر فضل الكوره قد ايه على نادي سموحه، قيمتها قد ايه على نادي سموحه، تاثيرها على كل حاجه. لا، لو حسبناها ل 20 سنه يا باشمهندس، انا عارف ان انت راجل بتحسب بسرعه جدا، لو حسبناها 20 سنه ل 20 سنه اللي فاتوا دول، هل سموحه كسبان ولا كسب؟ ده في سنه واحده بيع ب 217 مليون جنيه. في سنه واحده. والسنه دي انا بعت لعيبه كتير. وقبل كده كنت ببيع لعيبه كتير، وفي سنين كتيره جدا كنت بكسب. اصعب وبعدين حاجه ثانيه مهمه ماشي. جدا، انت عارف السموحه ده نادي غير هادف للربح. يعني غير طبعا هادف. اصعب سنه ايه؟ لا، اصعب صفقه عملتها. اصعب ولا اسهل ولا اكثر؟ اصعب. ولا اغلى صفقه؟ يعني اصعب صفقه بعتها. لا، مفيش في البيع صعب. لا ازاي؟ ايوه، بس كله جاي فلوس. مفيش. لا، من الحاجات الصعبة طارق حامد. طارق حامد الزمالك. طارق حامد كنتش عايز اسيب طارق حامد ده ابدا. ابدا كنتش عايز اسيبه من يمشي من سموحة ابدا. كنت متوسم فيه. لا، طارق حامد ده انا خدته وهو يعني لسه هيلعب فريق اول. خدته من غير ولا حاجة. اوكي، خدت بالك؟ وهو عمل نفسه. هو عمل نفسه. كان في عندنا جودون اطرام، لاعب من غانا، محترف على مستوى عالي جدا، بعد كده راح لعب في الشباب السعودي وبقى هداف الدوري السعودي سنتين. ده كان بيتمرن في التراك الصبح وبعد الظهر،
وكان صامو الافوم لعيب كبير قوي طبعا بعته بعد كده في سويسرا. كانوا بيتمرنوا مع طارق حامد، كان يتمرن الصبح وبعد الدور ويتمرن مع الفرقه. كان فظيع وملتزم التزام ملوش مثيل. تروح اول تدريب طارق حامد، اول واحد يجي طارق حامد، اكتر واحد ملتزم طارق حامد. عشان كده بسم الله ما شاء الله يعني حاجه يعني هو لاعب يفرح. اخلاق، ادب، انتماء، روح، مش قادر اوصف لك. ايوه. فانا طارق حامد ده ما كنتش عايز اسيبه ابدا ابدا ابدا، لكن مصلحته بقى مصلحته. واتباع يمين برقم قياسي. اتباع ب 7 مليون جنيه. كانت لسه بقياسي وفي ثانيه. خدت بالك؟ فطارق حامد ده جامد قوي. اغلى واحد اتباع المهدي سليمان. وفي ناس جت ما لبستش في نيله سموحه واتباعت. يعني اول ما جت يعني احنا عندنا باك شمال اتباع ب 2 مليون جنيه ما لبسش الفنيله نادي سموحه. يعني ما اتباع ما لبسش. وبعدين برضو المساج بتاعنا اللي هو اللي كنت جايبه من نابارو برضو اتباع برقم، اللي دلوقتي بيلعب في فاركو، عبد الله بكري. وطبعا رجب بكار. والمهدي سليمان. وناس كتير افضل اعدلك 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 كتير جدا وكتير جدا. وابراهيم عبد الخالق وابراهيم عبد العزيز وحمودي بعته في سويسرا، وناس اعداد كتيره جدا من اللاعبين الحمد لله احنا بعناها. وكلهم نجوم. وباولو حسام باولو، ناس كتيره جدا جدا جدا. اخرهم حسام حسن. اخرهم حسام حسن.